واقعة مالي التي نعتبرها نشازا ولكن نعتبرها كذلك، نعتبرها استثناء في إطار كل تعامل دولي، لأن قراءتنا كما عهدتم فينا في خلال ما مقالتنا وفي خلال ما جد به بعض المحللين الذين نحترمهم بغض النظر عن إعلام الذي تتبعته، وكن على يقين أن تتبع يوميا إعلام الجارة بين قوسين، الشقيقة بين قوسين كذلك في إطار إعلامها من الفجر والشروق وغيره، ما أود أن أقوله أن التهديدات الأمنية ظلت وستظل في منطقة الغرب والساحل الإفريقي، ستظل وتظل ما دامت أن هناك البنية الأمنية مفتقدة. البنية الأمنية لماذا تكون مفتقدة؟ حينما نكون أننا مؤهلين في إطار ما دعمه المغرب ومجموعة من الدول الإفريقية ومجموعة من الدول الغربية في حماية اقتصاد دول الساحل وغرب إفريقيا. دول الساحل وغرب إفريقيا في إطار استراتيجية المنطقة التي لمدة سنوات تشكل تراجعا أمنيا، تشكل كذلك تراجعا على مستوى التهميش واللامبالاة ونشاط مجموعات إرهابية قد تكون تابعة لدولة أو أكثر، وقد تكون كذلك بفعل تمركز المنظمات الإرهابية بعد اغتيال القذافي. لا أريد أن أربط سيناريو ليبيا بالمنطقة، لأن ليبيا أصبحت والحمد لله حكيمة بأهلها وحكيمة بمن ولوا فيها، ولكن أريد أن أقوله أن هناك من يبحث على جعل المنطقة منطقة بحكم شساعتها، لأن نعرف منطقة الساحل وجنوب الجزائر ومالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو وشمال إثيوبيا وإريتريا، تتميز هذه المنطقة بشساعة الأراضي، مما يجعل في كثير من الأحيان حتى المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية لا يمكن، حتى المراقبة عبر طائرات غير موجهة لا يمكن. وبالتالي فما أريد أن أقوله إننا نعيش لحظة أراد بها أن يستشهد فيها مغاربين سائقين بريئين، وانتم وقفتوا على الأسر ديرهم وشتوا الأسر ديرهم، بل أكثر منك شتوا السائقين. وما أعجبني في حواركم رغم كل الأمل الألم ورغم كل الضرر، الله يرحمهم كانوا شهداء واجبهم ووظيفتهم التي اختاروا لها كسائقين، نحترمهم وندعو الله أن يرحمهم. إن الحمد لله المغرب ما عمر عين سولاده، ودم المغرب ما هو رخيص، ماشي هو دم رخيص أبدا، خليه القانون وخليه الأساطير وخليه داكشي اللي بينا نقوله، ما عمره كان دم رخيص، كان دما شريفا مباركا. والمغرب عمره ما نسى ولاده، وحتى الشواف اللي قلتي لي وانت درتي واحد السبقة احترمك واحترم موقعك انك مشيتي تلاقيتي بهاد الناس، قلتي بان هاد الناس قالوا اننا مستعدون ان نذهب الى مالي وحتى ما بعد مالي. هاد جنود انا اعطيهم من التحية العسكرية رغم أنني مدني، ولكن ما أريد أن أقوله أن علينا الآن كما قلتها في المقالات التي نشرت أن نكون قوات يمكن لها أن ترقى إلى حفظ الأمن والسلام. ناهيك على أننا الآن مطالبون، وهنا أنادي الأمين العام للأمم المتحدة خاصة أن إفريقيا، أنا أقولها لا تنسوا إفريقيا ولا تنسوا الساحل وغرب إفريقيا، أنا أتحفظ حول موقف فرنسا
التي سكتت إلى الآن، ولكن أقول لماذا أشهرت الجزائر رأيتها البارح، البارحة كنت أتتبع الشروق الإخبارية والخبر، ولم أقتنع بما قاله بعض أشباه الأكاديميين الذين أحضروهم لهذه القنوات، لأنهم يريدون بشكل أو آخر أن يغطوا الشمس بالغربال. أنا أقولها وأقولها كذلك، علينا أن نتفهم الوضع في الغرب الإفريقي، علينا أن نتفهم الوضع في دول الساحل، علينا كذلك أن نتفهم بأنه لا يمكن لصحرائنا المغربية ولدول الصحراء ولإفريقيا، لأننا التزمنا، أنا مش أقول أن سيدنا الله ينصره محمد السادس رجع لإفريقيا من خلال خطاب أديس أبابا، المغرب عمر ما انقطعتش العلاقة ديالو مع إفريقيا، كان دائما دولة تساند إفريقيا. يعني من خلال الحادث ديال مالي، واش ممكن نقول فعلا تعززت ماشي فرضيه ولكن تاكيد ارتباط البوليزاريو بشبكات الارهاب على مستوى الساحل؟ يا اخي العزيز، ربما قد نشرتم او قد تم تداول واحد المقال ديالي كتبته، على لان هاد الناس الله يرحمهم، احنا تنوب على واحد المجموعه، تعرف هاد المجموعه ديال السائقين الدوليين، كان خويا منهم، هاد الناس نتعرفهم جنود وتيمشيو مساكن، واليوم اقول لك حنا مستعدين نمشيو، وانا جاو عندي الناس، وتنعرف داك السيد بس الله يرحمه لي برحمه الله، انهم مستعدين، ان ناس مشاو، هذا دم مغدور، هادو شهداء عصابات ارهابيه وليست اجراميه، واقولها الإرهاب الذي صنعته الجزائر عبر الوكالة، لأن البوليزار تقود حربا بالوكالة في الغرب الإفريقي وفي منطقة قندهار، كما قلت منطقة الساحل تمتد على أراضي شاسعة لا يمكن مراقبتها، والدول الغربية لها مصالح في المنطقة، أولها فرنسا، لذلك سألتك على سكوتها. أنا لا أريد أن أدخل في مسائل تتعلق بال، أنا لست دبلوماسي ولا أحمل الخطاب الرسمي لدولتي، ولكن تألمت لما وقع لجوج ديال الشوافر، وواحد الحمد لله راه ولا بخير بعد تدخل الحمد لله ديال السفير المغربي الذي أحترمه وأقدره بتعليمات من وزير الخارجية وبتعليمات سامية من السد العلي بالله حفظه الله ونصره. ولكن واحد حاجة نقولها لك، علينا الآن أن ننظر إلى منطقة الساحل والتهديدات الأمنية، وأخطرها الاتجار في السلاح، لأن حينما يقع السلاح في أيدي المتهورين فانتظر القيامة. كذلك هناك تهديدات طابع عسكري والمشكلات الحدودية المجاورة، هل تريد أن تقنعنا فيما وقع في مالي أي جهة كما كانت أن هذه ليست تهديدات إرهابية مسلحة من جهة منظمة؟ استعمال ذخيرة 2.7 عيار يستعمل في سلاح كورد الروسي، سلاح كورد أخطر الأسلحة لأنها أصبحت من الأسلحة المحظورة، تعلم أن هناك أنواع من الأسلحة التقليدية أصبحت أسلحة محظورة، سلاح كورد يتوفر على ذخيرة سلاح 2.7 يخترق المعدات والعربات المتنقلة ذات استعمال مدني، المعدات ذات استعمال عسكري، الآليات شبه مصفحة، وبالتالي فإن ما أردنا أن نوصل إليه
وما وصلت إليه كذلك بعد قبل مقالنا بعد الإجازات الاستخباراتية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية. رغم أن هناك تقريرا كما قلت تقينا هناك تقريرا على السي اي اي وللمخابرات الفرنسية الخارجية دي سي او، وكذلك كانت هناك تقارير منذ قبل ذلك بالمنطقة، لأن هناك مسألة عدم استقرار. مالي الآن تحكمها حكومة مؤقتة. حينما استمعت أظن إلى السائقين قالوا لك أن كل من يتعرض سبيلنا يتعرض بأسلحة خفيفة كلاشينكوف روسية الصنع، أو مسدسات أو بندقيات رشاشة أو غير ذلك، أسلحة خفيفة تستعملها العصابات المسلحة وغيرها. هذا معروف لأن المنطقة تعرف نشاط عصابات مسلحة، ولكن لم يتم استهداف مقصورة الشاحنات، لم يتم استهداف أي سائق، ولكن يتم اعتراض جميع الشاحنات دون النظر إلى ترقيمها، ويتم السطو على ما يحمله من سجائر، من بعض قنينات الخمور، ومن بضائع معينة. ولكن لماذا استهدفت ترقيمات شاحنات مغربية؟ ولماذا كما قلت تم استعمال أسلحة ثقيلة لمواجهة عتاد شبه عسكري؟ لأن الشاحنة راه عندها تبارك الله يدي بلندي والجيش ديالها تيكون كذا 12.7 دون سرقة محتوياتها. دون سرقة محتوياتها. هناك دلالة معينة يا أخي أن هناك تنظيم أصبح يشكل خطر على المنطقة، وأصبح كذلك هذا التنظيم يضم ميليشيات شبه عسكرية مرتزقة، بل أنها مسؤولة عن ما يقع في منطقة الساحل وجنوب الصحراء، بل أنها انبثق من خلالها ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وهنا أحمل المسؤولية للبوليزاريو. هذه الحركة وأنا أقولها صراحة أصبحت ترقص الترقصة الديك المذبوح كغيرها من آخر التنظيمات. والجزائر، الجزائر اعتذر لي برنامجك لأنه له حيز قصير. تحولت هذه الحركة التي وصلت إلى أنها تدافع من أجل وهم، أصبحت تدافع من وهم، أصبحت تقود حركة انتحارية. البوليزاريو من خلال عملياتها الإرهابية أصبحت تنتحر. وأقول للجزائر كما سمعت في الشروق الجزائرية البارحة في خطاب حول العلاقات المغربية الجزائرية أن هي الشيطان، هي من صنعت الشيطان، وهي من صنعت الوهم، وما هي من وجهت الوهم وصنعت الوهم. ما وقع في مالي أنادي فيه المنتظم الدولي وعلى رأس هيئة الأمم المتحدة وعلى رأسه من هم مسؤولون عن تصنيف المنظمات الإرهابية، وأنادي محكمة العدل الدولية، لأن دم مغاربتنا لن يذهب سدى. كيف نجعل من هذه المنظمات تصنف بوليزاريو على أنها حركة إرهابية؟ هذا ما أريد أن أصل إليه بعد سؤالك أخي. في مناداتي أريد أن أقولك أنه حسب القانون الدولي المتعلق خاصة في شطره بالاتحاد الأوروبي، فإن القائمة في الإرهاب الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات التي تشكل موضوع تحقيقات أو متابعات تتعلق بإعمال إرهابية أو محاولة ارتكاب أو تسهيل عمل إرهابي أو الذين أدينوا بارتكاب أعمال إرهابية، وبالتالي فإن واقعة مالي ستجعلنا طبقا لمرجعية الاتحاد الأوروبي وطبقا لمرجعيات القانون الأوروبي وطبقا لمرجعية اتفق أو اتخذ في إطار محاكمة أو المحكمة الدولية الاتحاد الأوروبي أن نجعل ونقول بأن البوليساريو منظمة إرهابية.